يعني ايه 30% دهون اقل؟ يعني يلف بينا احنا التلاتة وما يتعبش، يعني مقاسي ينزل 3 نمر. عباد الشمس عفيال جديد، يعني عيلتي بدل الصنف نفسهم مفتوحة ل30 صنف. عافية، هو ده معنى عافية عباد الشمس الجديد، لانه 30% دهون اقل، يعني اخف بكتير على المعدة من اي زيت تاني استعملتيه. عافية، راعي قلوب المصريين.